السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني مجددا على قناتكم لحظة. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير. نشكر الجميع على وقوفهم معنا في حملة استيراد السيارات المستعملة والجديدة، ونشكركم كثيرا على المجهودات تاعكم اللي بذلتوها باش تنجح هذه الحملة، وإن شاء الله رانا مستمرين في المجهودات تاعنا، نتعبوا ومن بعد نريحوا بإذن الله. وراهي كاينه اخبار ساره بخصوص حمله استيراد السيارات المستعمله، والدليل ان قناه البلاد راهي استجابت للحمله ووصلت النداء تاع الحمله، واستضافت عضو ناطق باسم جمعيه حمايه المستهلك الجزائري، وتحثوا على موضوع استيراد السيارات المستعمله ومعايير السلامه والامن المتواجده في السيارات الاوروبيه. وكل هذا تم ذكره في الفيديو الخاص بالحمله، وقلنا باللي السيارات الاوروبيه المستعمله من ناحيه الامان افضل من السيارات الموجوده في الجزائر ذات الترقيم 2020، وان السيارات الجزائريه لا تحتوي على ادنى معايير الامان، والدليل ما يحدث في الجزائر من حوادث مرور وغيرها. وكما قلنا باللي السيارات الأوروبية تحتوي على العديد من مواصفات الأمان كنظام الـ ESP والـ EBS والإيرباج، والإيرباج فيها 6 ليزيرباج، وكذلك تخضع لاختبارات التصادم من جميع النواحي، ومقيمة 5/5 من ناحية الأمان عكس السيارات الجزائرية اللي يعرفها جميعنا. ملا ماذا بينا إن شاء الله يستوردون السيارات المستعملة، ونزيدوا إن شاء الله كذلك نبارطاجيو الفيديو، ونزيدوا نشاهدوه ونشروه حتى يوصل بإذن الله. والآن راح أترككم مع الفيديو تاع الخاص بقناة البلاد. عندنا دفتر شروط، يعني فيه الصرامه. اللي قلت لك انا يعني السياره انت تدخل كيف، يعني سياره مقلده؟ بالله عليكم، والله الشيء هذا متعب، ومتعب جدا، لانه ممكن يقول لك هذا رايه الشخصي خليه يحب الخرده، ولكن الامر لما يتعلق بسلامه الافراد هذا راهو يعني الكل. انا ما نحبش انه مواطن جزائري يروح يشري سياره ترقيم تاعها، ان كان ترقيم دبل زيرو يعني الصفر هذاك هو كان معيار من معايير السلامه، لما وجدنا حوادث مرور لمركبه 15 سنه اللي قال لك خرده اوروبيه، ويا ريت هذه الخرده الاوروبيه اللي فيها قلت لك نظام الاي بي اس الجيل السابع، نظام الاي اس بي الكترونيك ستابيليتي بروجرام الجيل الخامس، كل معايير السلامه تلقاه في اصطدام بسيط مع السياره واللي شهر تاعها. احنا كل اشهاراتنا للسيارات ولا واحد دار سياره يقول لك سياره فيها كل معايير الامان مخبوطه في حيط، نعطيك مرسيدس نتكلم عليه، والله نتكلم على ما معروفه ومرموقه. اشهار لمرسيدس في 2000 سنة 2000 ما وضعوش سيارة جديدة، اختاروا السيارة من ثمانينات القرن الماضي، قال لك عائلة سويسرية تمشي في الريف السويسري تعرضت إلى انقلاب، وش خرجوا؟ وراوا السيارة مضروبة بجهة، وراوا العائلة خرجت بسلام وأمان. انقلاب طبعا، مات انقلاب سيارة اتقلبت ولكن حافظت على العائلة. احنا لو كان دبل زيرو هذا اللي رام يقول لك الخردة تاع المدون 3 سنوات، لو كان معيار للسلامة والأمان، ما كانت سيارة 15 سنة أكلت ظهره عليها في اصطدام، يعني كما نقولوا فصفص مع السيارة بترقيم دبل زيرو القديمة اللي عندها 15 سنة معايير أوروبية وموجهة للمستهلك الأوروبي. هنا نعاود للسؤال نتاعك، موجهة للمستهلك الأوروبي ونحترموا فيها كل الشروط، تحترموا فيها الإنسان بالصفة الأبدع. نعم، حتى الطابلو دبور مخدوم بالكوير، وحتى الأمور ما كي تصطدم أنت ما تقدرش تلقى أنت السيارة بترقيم دبل زيرو، لأنه يعني مواطن. بالبلاستيك هذاك الهش البلاستيك كل يعني حتى الازعاج يعني يكون حتى يعني العزل نظام العزل فيها ما يكونش يا الموجود. ودي فصفاص السيد، فصفاص في ذمه الله. علاش قلت لك احنا كان عندنا برنامج ومخطط، ونامل جيدا ان شاء الله ان نلقى اذان صاغيه عند اخواننا من الدرك الوطني، حبينا نوضعوا احصاء على مستوى مكاتبنا ان شاء الله، احصاء على نوعيه المركبات بالماركات، سجلوهم بالماركه والسنة والمستورد والسنة والماركة، وعلاش غير هذا النوع. احنا رانا نتكلموا على حافلات الموت، راك تشوف انت حافلات الموت جلها صينية وما تطبقش قاع بمعايير السلامة انت حافلة